خلوني اتشرف مع حضراتكم ان يكون معانا مجموعه من اوائل الثانويه العامه، نعرف كده ونسمع منهم كانوا بيعملوا ايه في السنه دي، وازاي كانوا بيذاكروا، وازاي قدروا انهم يوصلوا للارقام اللي كلها تميز وتفوق دي. نبتدي دلوقتي يكون معانا على التليفون محمد احمد رزق الحاصل على المركز الثاني على شعبه علمي رياضه في الثانويه العامه. مساء الخير عليك والف الف مبروك يا محمد، مبروك ليك ولاسرتك ولكل اهلك وحبايبك. الله يبارك في حضرتك. يعني اخبار الحلوه دي واخبار الاوائل دي وصلتك ازاي؟ قول لي كده الكواليس، مين بلغك؟ اللي بلغني ماما، اللي بلغتها كانت المدرسه. كلموكوا وقالوا لكوا ان انت طالع التاني على الشعبه العلميه. ايوه. وانت كنت متخيل ان انت هتكون من اوائل الجمهوريه؟ انت منين يا محمد؟ انا من القاهره. واحتفلتوا ازاي بقى؟ احكي لي كده الاجواء في العماره كانت عامله ازاي؟ انا والله ما لحقت احتفل. انا ليه؟ مش انا عايز انام تقريبا. ما انت سهران بقى طول السنه. ومن ساعه ما عرفت النتيجه لسه ما نمتش، ما هو يعني برضو الفرح ما بينيمش. ايوه. وفي البيت اخبارهم ايه؟ يعني الجوائز ايه اللي هيحصل في البيت؟ المكافآت اخبارها ايه؟ فرحانين والله يا ام. احكي لي انت رقم كام في البيت يا محمد؟ نعم، انا سامع الزغاريط اهو يا محمد. ايوه. مين اللي بيزغرط دي؟ ماما؟ دي امي. سلم لنا عليها كتير وحييها على التعب والمجهود اللي اكيد تعبته معاك طول السنه. اكلمها لو هي عايز تتكلم. ماشي، عجبها لك؟ ماشي. فرحه الامهات يا جماعه بنجاح ولادهم حاجه تانية خالص، هي بتبقى طول حياتها مستنيه. أيوة، تشوف يوم زي عليكم. ده. مساء الخير وعليكم السلام، الف الف مبروك لمحمد، مبروك ليكم جميعا. الله يبارك فيكي يا حبيبتي. احكي لي على ليالي السهر والمذاكره، والنهارده استقبلتوا النتيجه ازاي؟ والله هو تعب ومجهود وسهر ليالي وكل حاجه، بس ضاعت النهارده كلها لما محمد الحمد لله اتكرم. بتنسوا التعب وبتنسوا المجهود وبتنسوا المجهود الكبير اللي الاسره كمان بتعمله والله اول ما بتسمعوا النتيجه. والله فعلا دي حقيقه الحمد لله. بتحلمي بايه لمحمد؟ نفسك يعمل ايه؟ احلم يحقق، يعني انا اتمنى له ان هو يحقق كل حاجه بيحبها ان شاء الله. عايز يدخل كليه ايه؟ محمد يعني ان شاء الله عايز هندسه. ان شاء الله هندسه ان شاء الله. ان شاء الله في دماغه قسم معين، عنده حلم معين عايز يعمله؟ لا، هو بصي، هو في هندسه بياخدوا كل حاجه في اعدادي، وبعد كده بيتخصص في الحاجه اللي يحبها. انت عندك حد غير محمد؟ محمد رقم كام يعني عندك؟ محمد رقم 2 و... محمد رقم 2، وعندي عبد الرحمن هندسه عين شمس سنه ثالثه. ما شاء الله، كان برضو من اوائل الجمهوريه في السنه بتاعته. ما شاء الله ما شاء الله، ده انتوا عيله خبره بقى في موضوع الاوائل ده. الحمد الله اكبر لله. يعني الحمد لله. طب احكي لي عن الفرحه في العماره والجيران والاهل والناس، ازاي بتقول لك ايه واستقبلتي الاخبار ازاي؟ لا، الناس كلها بتكلمني، الناس كلها، كل الناس، حتى اللي بقالي كتير ما كلمتهمش، كل الناس فرحانه، جيراني فرحانين الحمد لله. الحمد لله ربنا اتكلم تعبه بالمركز اللي حققه الحمد لله. ما شاء الله، من ربنا، ربنا يبارك فيهم ما شاء الله. وانا بشكرك على تربيتك دي حبيب. وربنا يبارك لك فيهم، ودايما تشوفيهم يعني علماء ناجحين يفيدوا بلدهم ويرفعوا اسم بلدهم دايما يا رب. ويعني دايما متفوقين. انا يعني محمد بيقول لي ما بينامش، ما نامش تقريبا طول احنا السنه تقريبا من امبارح. يعني هو امبارح بس ما نمناش، عايزين ننام خلاص. معلش يعني لو السهر على الفرح ربنا يعني ايه يديمها فرحه يا رب. نسهر زياده. الف الف مبروك. انا يعني متشرفه ان انتم معايا على التليفون، باركي لي لكل الاسره وسعيده بيه جدا. محمد احمد رزق الحاصل على المركز الثاني على شعبه علمي رياضه بالثانويه العامه، الف الف مبروك لكل الاوائل.